باي. خلص صباحه انترفيو تايم بمناسبة معرض دبي الدولي للسيارات مع كاديلاك. في عندهم كونسبت كار جديدة. I can't wait to go see it. I don't know if I will. تعالوا معي. نديم غريب هيد اوف ماركتنج كاديلاك ميدل ايست، ثانك يو فيري ماتش وجود لك بالدبي موتور شو. خلصنا اول واحده، اون تو العيد الستين لشرطه ابو ظبي. ليتس ريكورد ذس. العقيد عوض البلوشي. سياده العقيد، معاك حسان الشيخ من ستار اف ام. هيا ليتس جو. انا نايم ساعتين وعندنا موفي اليوم. موفي شو هو موفي؟ هاد تبع اللي بيمسك على الجاكوش وبيضرب الناس. مارفل جاستس ليج. ليتس جو. ما بعرف ليه عم صرخ اليوم. توم 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 جبيلة. وين ال عندي سؤال. هذا السؤال أزلي، ليش نحن بنلبس فرتين نفس اللون وما فينا نلبس فرتين الألوان مختلفين؟ إنه عن جد أنا بعض الناس يا مجنون يا لهبة الطالة جد يعني. أو لماذا هو الشوز موجود ليعمل بروتكشن للرجلين وأنت ماشي؟ هذا اختراع الأولي، وبعدين صار ستايل أو فاشن بلس ذا بروتكشن. طيب هذا مش هيك ستايل؟ أنا بالنسبة لك إيه اللي ساكن على الشجرة وآخر مرة عملت أبديت للسوفتوير تبعك كان 1961، هذا الشيء مش مقبول للنظر. طيب هيك مقبول يعني؟ هاي أبيض أسود. أوه ماي جاد، مش لون واحد. اي لونين عادي، لونين شو المشكلة؟ رايح عندي ايفنت بدي احضر الموفي بريمير تبع جاستس ليج. وارنر براذرز بعثوا لي انفيتيشن، بس راح تكون بالنوفو سينماز 7 ستار اكسبيرينس. يا حبيبي المشكلة انه خلينا على الاسود. لو الايفنت شوي بيتحمل انه الواحد يلبس فرتين مختلفات كنا لبسنا. الجايات اكثر من رايحات. ما بيصير تلبس اثنين شوز لونين مختلفين لا تتناسب مع شخصيتك ولا تتناسب مع سنك. شكرا لانك ربطت الشخصيه بالصرمايه. ندل على شيء يدل على انه شخصيتك بتربط بالصرمايه. حلو. دي صار الساعه ولي 5، الايفنت الساعه 7:30. انا بعدني بابو ظبي وهلا بنصرف موظفين. وين الموبايل؟ ميستيكول ابن بطوطه 95 كيلومترز. Sheikh Khalifa bin Zayed Highway and E11 Sheikh Maktoum bin Rashid Road, E11 Sheikh Zayed Road. حاضر. 1 hour and 18 minutes. إيه شو بك سكرت لي؟ نايا. Let's take E12 Sheikh Khalifa bin. Okay. Updates. طيب. خلينا بما إنه صرنا 4 minutes. وهذا بما انه بدانا هالشغله كل يوم ثلاثه وبعدين قفينا كم من ثلاثه لانه الاسئله صارت متكرره. It is time to answer some questions. سؤال جاي من صبا حسان، بدي اسالك اذا كان في شاب وبنت بيحبوا بعض وضلوا فتره طويله سوا والشاب راح بيت اهله وطلبه واهله ما رضيوا. The pickle story. ممكن تقلي شو لازم يعملوا؟ هو الشاب رفيقي. اها رفيقك. كن صديقي. وحكالي رح يهربوا وانا نصحته ما يساوي هيك لانه الاهل هن اللي تعبوا علينا وربونا وتعذبوا لكبرنا، ما لازم نتركهم ونروح. بتمنى ترد على السؤال. كاني رديت على السؤال. هلا هناك عده نظريات لزواج الخطيفه. بما انه الزلمه شاريها، برافو عليه، الله يكثر من امثالك. ما في كثير عالم مثل هيك في العالم تضحك على البنات اليومين والبنات بيضحكوا على الشباب اليومين. بياخذوا الشيء اللي بدهم اياه وبعدين بيتركوه وبيقول لاهلك ما بدهم ياني. انا من جماعه ماما وماما وماما وبابا فوق كل كره ارضيه. يعني مهما لو حبيتك ومهما لو شفت فيكي ام اولاد ومهما 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 ما راح اخذ بنت من حضن امها. صعبه شوي، كثير صعبه، لانه مهما لو كانت ام هذه الفتاه شريره بتضل ام، بضل في كونكشن الا من رحم ربي فور شور، ولكن بتضل ام. لو هوهو بالشارع ضاعوا عنها جراوها قلبها بتشق، فما بالك لو بني ادم صار لك 15 20 سنه عم تربي فيه وعم تعطيه من روحك، فجاه بحبه يا بابا طق اختفت البنت. مش تفكير عقلاني اتول واتس ايفر. الا يوجد قطط؟ الا يوجد قصص خطيفه ناجحه؟ الا يوجد قصص مثل هيك؟ عدم رضا اهل وتزوجت غصب عنهم مش عارف شو وثبت انه الزوجه او الزوج كانوا افضل شيء حدث للاسره كلها. يوجد، ولكن كمان يوجد ستوريز اسود من وش خفاش الفواكه اللي طالع الصبح. انا من جماعة الزواج هو عبارة عن توافق اسرتين قبل ما يكون توافق شخصين. هذا الكائن العاطفي المحشة مشاعر وللرجال ما بيفهمها اتول واتس ايفر الا في مرحلة الحب. 90% يا صبايا نحن بنضحك عليكم بنقول لك ايه يا حبيبتي انا فهمان ونحن عم نسلك. بكرة بس تنضغطي عاطفيا وبطل حدا موجود حواليك يفهمك. بدك اخوكي، بدك اختك، بدك امك، بدك جو الاسرة اللي تربيتي وتعودتي عليه. وينه بعد ما شكيتي سكين بالنص؟ فكري بالموضوع
شوي نتوفة. ممكن تزعل الماما شوي لانك بعدتي، ولكن بتضلها رضيانة عليك وبتستقبلك. ولكن كمان في بعض الاسر اللي بتتبرى من اولادها كومبليتلي اذا صرفوا سلوكية مثلك. انا ضد ان نأذي الاهل باي شكل او باخر تحت مسمى بحبه يا بابا. لا بس خالتي عملت هيك وامي عملت هيك وش معنى عملت. اوكي امك لما عملت هيك واخدت ابوك خطيفة ما اذت امها؟ سنة سنتين ثلاثة لا تصالحوا هذا. هدول ثلاث سنين مو حرام امك تفوت فيهم؟ هاليومين وجع قلب مو حرام بابا وماما واخواتك يفوتوا فيهم؟ معهم معهم برضو اي اندرستاند، بس خلينا نحكي مع ماما حسان. كيفك امي؟ الاخي اللي يضحك الحمد لله. كيفك يعني؟ انت مع الخطيفة ولا لا؟ لا. ليه؟ لانه هاني للبنت نفسها قبل ما يكون اهاني لاهلها. اهاني للبنت قبل ما يكون اهاني لاهلها. ليه؟ ليه؟ مو صح. طيب وجيزات اللي راحوا خطيفة ونجحوا؟ الإنسان ابن بيئته ابن مجتمعه، ما له عايش لحاله، لازم يحترم المجتمع عشان المجتمع يحترمه. اوكي. يعني احترام المجتمع لك بسبب احترامك انت للمجتمع. اوكي. آه ما البنت ما تخسر اهلها وناسها مشان بحبه يا بابا. الشاب ما بيخسر شيء. شاب مثله مثل سعف النخلة. ما بيخسر له شيء، لكن البنت هي اللي تتأذى. البنات تمرة. أنا قسما بالله ما بعرف تشبيهات هاي من وين عم جيبها. أوكي شكرا أمي. عفوا حبيبي الله يسعدك. خلي لي بنت الحلال. بنت الحلال يا بنات قلنا لكم مو اليوم. طيب أوكي. أريدك أسرينا في دينك ومعاشك وعاقبة أمرك. آمين يا رب. كانت أمي الله يرحمها تقول للشيخ وللضيف ولغدرات الزمن. ولا طيب باي حبيبتي باي. أوكي حبيبي باي. ثانك يو حبيبتي باي. هاي ماما حسان جاوبت على السؤال وأنا رأيي من رأيها. ألف يلا رح أمشي حشتنا. ول ميمي مريومة سلام حسان حاسة كلام وجاي لي تماما فعلا كان محتاج لسماع. قلت لي متخرج حديثا من الجامعة حامل طموحات ومشاريع لكن مصدومة من الواقع على الرغم من مرور بعضة أشهر بضعة أشهر فقط من محاولة تحقيق ما كنت أطمح له. تعبت نفسيا لدرجة أني أشعر بإحباط رهيب. كنت أظن أن التفوق الدراسي سيفتح لي أبواب كثيرة في الحياة العلمية. الدراسة والحياة العملية ما لهم أي علاقة ببعض. إذا تعلمت في المدرسة أو في الجامعة كيف تتعلم رح تنجح بالحياة العملية. الشغلة مو ماذا تتعلم، المشكلة بين الحياة الدراسية والجامعية والحياة العملية والواقعية إنه هي تطورها بطيء جدا 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 ومواكبتها للعصر أبطأ. والمعلومة اللي عم تتعلمها nowadays في الحياة العملية حاليا إذا عمرها 6 شهور فهي قديمة. هون صاروخ، هون حلزونة يما الحلزونة. فتتعلم كيف تتعلم هون بمشي حالكم. تعبت نفسيا لدرجة إني أشعر بإحباط ريتا. لكن لما تمكن حتى من إيجاد منصب عمل في مجال تخصصي الذي أحبه، وبما أني عمري ما كنت مستسلمة أو ضعيفة شخصية رفضت عروض لا أراها مناسبة مما سبب لي ضغط. الكل نصحوني بالعمل بأي شيء مبدئيا وأنا متمسكة بفكرة العمل بما يوافق دراستي ورغبتي، لكني خائفة من الروتين القاتل وفكرة الاستسلام تراودني أحيانا. never ever بحياتي. فعلا الخطوة الأولى صعبة وأنا لا أريد أن أخطوها في المكان غير المناسب ثم أندم وأضيع حياتي وأنا أقوم بشيء لست شغوفة به من جهة، من جهة أخرى الوقت يمر وأنا لم أتقدم بعد. هل تراني مخطئة يا ترى؟ عم ولا مثل كل شيء بالحياة. فيك تبلش بأي محل إذا قاعدة ما عم تستفادي من وقتك وعم يمر الوقت على الفاضي هيك بس ناطرة الفرصة المناسبة. ليش عم تضيع وقتك؟ اشتغلي شيء تاني وضلك ثابري واسعي للهدف اللي أنت بدك توصلي له. أما قاعدة يلا يجيني النصيب يلا يجيني النصيب يلا يجي، والله ما راح يمشي الحال هيك أطول وقت سأبر. ولكن أبدا ما ترتخي وتستسلمي بالكرسي اللي أنت فيه بما إنه مش الشغل اللي أنت بدك إياه. أنت ديزاينر اشتغلتي محاسبة اشتغلي طوري من حالك no problem اشتغلي استثمري وقتك no problem تستفادي منه بقرشين تعرف على بشر علاقات اجتماعية خبرة في شيء جديد حتى لو ما بتحبيه تكتشفي جوانب جديدة في شخصيتك for sure. وبنفس الوقت ضلك على تواصل مع عالم الجرافيك ديزاين إذا كنت من هدول الجماعة وضلك حاولي توصل إلى هنيك. الحياة أنت بتطلعيها خطوة خطوة. أبدا إذا تركتي هذا المجال بعد ما بنيتي علاقات ما تقولي إنه أنا خنتكن أو أنا عم بستخدمكن لفترة مؤقتة. غلط don't. هذا هو التطور الطبيعي للحياة. ده واحد. اثنين don't announce your steps يعني ما تقولي للجماعة اللي أنت عم تشتغلي معهم أنا أصلا عم بشتغل معكن فترة مؤقتة مشان اي شغل احسن واترككم بالله. يعني كانه في واحد عم بيحبك عم بيقول لك انا رح احبك شيء ابو 10 ايام لالاقي لي عروس بعدين اتجوزها. كانه وصفت كل الريليشن شيبس بين الشباب والبنات هالايام بدون الاعلان. ما تضيعي وقت. شوف هابي صفا از نوت سو هابي افتر اول. عديت العشرينات بالدراسه والدراسات العليا وهلا بال31 حاسه حالي ندمت لاني ما عشت مثل ما لازم.
حاضر حاجتنا. شو هو اللازم ومن يقرر اللازم؟ رفقاتك اللي بيئة التفوق اللي حاوطي نفسك فيها بالعشرينات في مرحلة الدراسة ومرحلة الدراسات العليا اللي كان طموحها الجد والاجتهاد، اللازم تبعهم كان الجد والاجتهاد. في بيئة تانية كان هدفها طلعات والمشاوير وبحبه يا بابا وتركته صاحبة صاحبه، هاي بيئة تانية. إذا أنت كنت جابري حالك هون ونفسك بهون فتصالحي مع نفسك، لأنه سواء صاحبتي خلودي ولا صاحبه حمودي ولا ابن عمه عبودي وكلهم تركوكي مشان تقولي عن كل رجال كلب ويجي جوني ولا توني يشيلوكي من المستنقع يحبوكي 7 سنين مشان يكبوكي وبالاخير طلطمي، رح توصل لنفس القناعة بالواحد 30. صرتي بالواحد 30، بدك ذكرك مرة تانية، صرتي بالواحد 30. ما رح يفيد الندم. بعدين عشو ندمانة؟ ع استثمارك بعقلك، ع استثمارك بشخصيتك وثقافتك. يا ضيعان يا ضيعان، انا ندمان لاني درست. انا ندمان لاني قرأت. انا ندمان بلا اوكي. طعمته للفن بالواحد 21 هو نفس طعمته بالواحد 31. فيك تقرري ايمتى تبلشي to have it للفن بالطريقة اللي انت بتشوفيها مناسب. حسان انا شو اسمه هذا ايوب، حسان انا تعلمت، انا اتعلمت بدون الف للفوتوشوب وما لقيت شو اسوي به. عروس جبنة، ارجوك اعطيني افكار ونصائح لاستفيد من عملي هذا واتمنى تكون كثير. كثير نصائح يعني ولا كثير شو؟ مش فهمان من. اتمنى ان لا تكون قد ضيعت وقتك في الفوتوشوب وتعلمت العربي. ايوب افتح اي موقع، افتح اي ابلكيشن، كل شيء شايفه قدامك معمول على الفوتوشوب. اوكي اي شكل مرسوم على وين الموبايل، شايف هاي؟ هذا فوتوشوب، يعني الزر هاد، كلمة اوتو، هذا كله فوتوشوب. كل شيء حواليك مرسوم على ديجيتال بلاتفورم، لابتوب، ويب سايت، كمبيوتر، موبايل فون، تلفزيون، كله فوتوشوب. يا ريت يكونوا كتير، بس المنسف اللي عم تاكله مش فوتوشوب. وستك الله يطول بعمرها. Just learn, can you shout out my channel please? I will do awesome content, trust me, but now I have school, you know, study study study. Shout out to your channel. What's the channel? I'm توعدني بالفيوتشر. طيب do awesome content and then I'll give you شارة. Yeah. Give me $10,000 now. I will make magic for you in the future. But now, heck, heck, heck. Give me $10,000. شو رأيكم نكمل باقي على الطريق؟ أخرت. حسان شو رأيك والأشخاص المتعصبين على شعب والمشكلة؟ ما قبلش أي حدا منهم، وعندما الواحد يقول أي شيء عن هذا الشعب الشخص المتعصب بنجن وبيعمل من اللا شيء مشكلة. إذا في عندك حل جاوبني وشكرا. يوكين كريس يعني محمد. حمودة، التعصب بكافة ألوانه وإشكاله وشو ما كانت جنسيته وطريقته، يعني حتى التعصب ضد الحيوانات أو النباتات هو جزء من التخلف البشري. يعني إذا فيني أربط أصل البشرية بالقرود مثل ما قال داروين، فبيكون بس هدول البشر المتعصبين المتخلفين اللي ما تطوروا عن البهايم. لا يا سيدي، البهايم ما عندهم تعصب، وعرفانين أنه كل مخلوق وكل شيء في هذا الكون وكل لون وكل شكل والأشياء المتشابهة والأشياء المختلفة إلى دور في الحياة. يعني حتى الحيوانات مش متعصبة، فقط في فصيلة من الحيوانات بتمشي على اثنين وبتحكي وإلى شنبات ومرات إلى شغلات تانية، هن المفروض تنقرض بعد عن المتعصبين شو ما كان يكون. هاي يا يا يا، في كمان سؤال. يا حسان يا حبيب القبيلة، هيك مكتوب، الله يستر عليك، حط الفوكس نورمال، عم بيزعجني. سوري حبيبي، ما قصدنا نزعجك، بس اذا بتعرف شوي بالكاميرات بما انه حط الفوكس على النورمال. شو يعني حط الفوكس على النورمال؟ اول شيء. ثاني شيء، بس تكون الاضاءه منخفضه، مان التكنولوجيا ما بتجيب فوكس اذا انت عامل هيك وعم تتحرك وعم تحط عقبات بالايد. وصعب صعب مان، بكفي انه في تكنولوجيا عم تخلينا نحكي مع بعض من غير ما نتحرك من مكان بعض. مان حقك علي، يعني بكره بشتري كاميرا ب 50,000,000,000 درهم مشان تظبط. مش قادر، لو جاء استطيعش، لو قادر كنت زبطت لحالي. اسمع من اخوك، الكاميرا ما بتجيب فوكس من على الخدود، ولا تحط اصبع هون بدها تعمل فوكس على مين، على الاصبع ولا علي؟ علقت. سؤال واصل من رافي، بيقول شو رايك بسؤال يدور في خلدي. كثير من الاشخاص اللي بعرفهم خسروا وظائفهم بعد فتره لانه ما طوروا حالهم وما حاولوا يرتقوا على السلم الوظيفي، وكانوا مبسوطين على راتبهم وعلى روتين. صح الكلام غلط هالكلام؟ وصح الكلام. تذكر قبل شوي حكينا عن تطور العلم بطيء في العمليه التعليميه مقابل انه تطور الحياه سريع جدا. هذا بالضبط اللي عم بيصير حتى في مجال العمل. اذا الشخص توقف عن تعلم اي شيء جديد وتطوير ذاته في اي مجال من المجالات و
اعتمد على اللي كان يعرفه ايام زمان جيم اوفر. في هذا الزمن اذا ما بتضلك تطور حالك اولا باول هتخسر باللعبة كتير كتير. والبزنسمانية والاربابية تاعون الاعمال عم بيكتشفوا هذا الشيء اكتر واكتر، فعم بيحاولوا يطوروا. اللي كان عم بيحكي عن الفوكس هلا هون، شوف الفوكس كيف شغال، عجيب صح؟ ما في ضاء. ايه وين كنا؟ يا اربابية الاعمال بالشركات اللي بتحترم حالها بتآمن وبتحس وبتعرف باهمية تطوير الموظف، فتلزم موظفينا بتطوير نفسهم، بدراسة كورسات معينة، بشفلينج بالديبارتمنت، بتغيير رؤساء العمل، بتغيير استراتيجيات. ليش؟ مشان الموظف يضله متحفز للصعود للاعلى. بينما الشركات التقليدية الموظف اللي ببلش فيها كاتب بسنة 1960 لليوم بيضلوا كاتب، هذه الشركات عم بقل وجودها لأنه السوق تنافسي بشكل كتير كبير. ما فيك تضلك ناطر الزبون هيك، لازم تضلك تغير من حالك، تغير من استراتيجيات، تغير من البزنس موديل تبعك، تغير من الابروتش تبعك، المهم تحصل على الجول اللي انت بدك اياه. مدري مين قال التغيير هو الشيء الوحيد الدائم في عالم الأعمال. وين لازم روح يا شباب؟ Alright. Oh, Batman. No problem. Finish. I'm next. Did you finish? Am I gonna finish? You finished? All right. Let's do it. Yeah. What's up? أنا هون. When we go? Where? You're coming for this? It's there. All right. Hello. Okay. Go ahead. Hassan. Yeah. 7 نجوم والقلب دايلي. This is the movie premiere تبع the movie. What was the movie called again? Justice League. Keep forgetting. Justice League. 7-star cinema experience. يا بيبي. Right man. حلق لي. وين بدنا نقعد؟ هلا فوق 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 فوق. هلا I was reading إنه eating popcorn in the cinema is so unhealthy. It's not even funny. So we're getting those seats. If I snore wake me up. كثير بسط لقيت فيش كهرباء. إحنا عدنا نعمل processing. مش هاللابتوب، مش هالكاميرا، مش هالموبايل، مش هالجوس بانك. We're good. You don't see me, but I see you. The movie is awesome. Very good. كتير كتير حلو. بكرة بالسينما. بعد بكرة بالسينما. بالإمارات. You have to watch it. Then now let's go. I can't tell you how much I appreciate you doing. ما خلصت لسه. Superman و Batman. أنت جماعة مين؟ أنا أحب ولا باتمان، بس سوبرمان طلع. لا لا باتمان. I don't have that background. Peekaboo. Lovely movie, lovely night. صارت الساعة 5000 الصبح. تصبحوا على خير. يا رب. أحلى.